المظاهرات التضامنية مع فلسطين في إسبانيا لا تتوقف. العاصمة مدريد شهدت مظاهرة حاشدة تنديدا بما وصفته بالعدوان على غزة. المظاهرة مع فلسطين ليست بالجديدة، الجديد هو انضمام وزراء من الحزب الحاكم الإسباني طالبوا بوقف العمليات العسكرية وعدم شن أي هجمات على رفح جنوبي غزة. لا يمكنك أن تطلب من شعب أن يتجه نحو منطقة معينة ثم تشن هجمات على تلك المنطقة عندما يصل الناس إليها، هذا عمل غير مقبول على الإطلاق. الجدل الدائر بشأن إرسال إسبانيا أسلحة إلى إسرائيل في نوفمبر الماضي أدى إلى رفع شعارات تطالب الحكومة الإسبانية بوقف توريد الأسلحة فورا وقطع العلاقات الدبلوماسية وفرض عقوبات على ارتكاب جرائم حرب. نطالب الحكومة بفعل المزيد أكثر مما تفعل الآن. الحكومة الإسبانية تفعل أمورا أكبر مما تفعله بقية الدول الأوروبية، لكن ذلك غير كاف. نريد وقف العلاقات التجارية والاقتصادية لأن إسرائيل قوة احتلال. شارك في المسيرة الحزب الاشتراكي الإسباني إلى جانب شركائه في الحكم، في حين قاطعت أحزاب وقوى يسارية أخرى المسيرة بسبب عدم تبني البيان الختامي أي إشارة إلى الإبادة الجماعية واكتفائه بوصف ما يحدث بأنه مجزرة. تشهد العاصمة الإسبانية مدريد مسيرات أسبوعية تضامنية مع فلسطين وقطاع غزة، لكن الجديد دخول قطاعات جديدة إلى هذه التظاهرات، الحزب الاشتراكي الحاكم بقيادة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. معاذ حامد، العربي، مدريد.